كلمني عن المبالغ المالية اللي تم صرفها في فريق الكورة، واللي بسببها يعني شاهدنا خلاص تتويج ببطولة الدوري الممتاز مبدئيا، وإن شاء الله أفريقيا يا أهلي إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يا رب ينصر الفريق بإذن الله في يوم 27، وإن شاء الله إحنا كلنا ثقة، يعني كلنا ثقة في الجهاز الفني، يعني الحمد لله كان اختيار موفق جدا. مش بس ان احنا متوسمين فيه خير في الماتش الجاي، لا احنا متوسمين فيه خير في المستقبل، يعني ده حقيقي. يعني يبني استراتيجيه قويه ويبقى مشروع ناجح للنادي الاهلي في المستقبل. فده بالنسبه لنا يعني كان اختيار موفق الحمد لله. اللعيبه عندنا كامل الثقه فيهم، يعني لعيبه على اعلى مستوى، هم افضل لعيبه في مصر موجودين حاليا هم لعيبه النادي الاهلي، فبالتالي لازم يبقى عندهم الثقه والاحساس ان هم بيمثلوا نادي القرن ويمثلوا يعني اكبر قطاع جمهور في مصر وفي افريقيا، اكبر قاعده جماهيريه. ان شاء الله هيبقوا قد الحدث ده وقد الثقه دي، وباذن الله يحققوا البطوله، ربنا يكرمهم يا رب. يعني ويعني التوفيق، يعني بنسال ربنا التوفيق ان شاء الله، وربنا يحفظهم من شر الاصابات يعني. وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل كهربا طبعا بالاصابه كورونا، ان شاء الله يتعافى سريعا ويبقى موجود في قائمه المباراه يا رب. كلنا ثقه في ده، يعني احنا طالما والسكرتير يعني طالما الموضوع متاسس او مترتب صح خلاص، انت عندك يعني في لجنه فنيه بتتابع، وفي رئيس النادي هو المشرف على الملف، وفي شغل كتير قوي اتعمل في السنتين اللي فاتوا في قطاع الكوره. بصراحه انت جبت فرقه كامله تقريبا وعملت تجهيزات في التتش اهي، ما هي دي تبع الكوره طبعا، من رؤيه الكوره. الكلام ده كله انت استفيد منه اللاعب، انت بتطور قطاع الناشئين بشكل اكتر من رائع، بشكل احترافي. انت بتشتغل في ملف كان مهم جدا، وخليني كمان اخد منك جزئيه ان كل دوت ما ننساش ان في تحديات واجواء حول مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، اجواء كانت صعبه جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. يعني انت بتتكلم على اجواء السوشيال ميديا ومحاولات يعني انت عارفها كويس، ده جزء. على الجزء الاخر عندك فيروس كورونا واقتصاد عالمي منهار، فان انت تشتغل في يعني الحمد لله بهذا النجاح وبهذا التطوير على مستوى الانشاءات، على مستوى كمان اللعيبه، على مستوى الكيانات نفسها، فده شيء يحسب بصراحه المجلس الاداري. الحمد لله فعلا بسبب اللي حضرتك بتقوله ده صحيح وبيحصل، ويمكن ده يعني خلينا برضو نقول ان احنا يعني بندي برضو رساله للاعلام ان احنا يعني مش كل الامور اللي بيتم تاويلها او بيتم يعني كاذبا ترددها احنا نقعد يعني نرددها او نقعد نحط عليها السبوت او نقعد نركز عليها. المفروض دول الاعلام ان احنا يعني بنفلتر، يعني بنشوف الحاجه الكويسه بنطلعها وبنبرزها وبنظهرها، والحاجات اللي هي الهراءات بقى او الكلام اللي هو بيبقى فاضي المفروض ان احنا ما نعملش عليه فوكس. يعني